اليمن قد تجلى والنفس قد أقل وفي النفوس عزل ما شاء له وجل هيا إلى المعالي نسعى على عجل اليمن قد وجعله طريقا للإنارة في هذا الدين
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علم نبيه ليهدي أمته فقال جل شأنه علمه شديد القوى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أخرج الناس بعلمه من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان فاللهم صل وسلم وزد وبارك على من علمه ربه فأحسن تعليما وارض اللهم عن الصحابة أجمعين أما بعد اسمي خميس وايو وأنا من بلد مجنغة تناريفا أتعلم في المعهد الإسلامي صف الأول متوسط وأنا اليوم أقدم الحفل أيها السادة الحضور في الحفل الكريم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مستهل لقائنا في احتفال معهد الإسلامي مسجد الرياض طلابه ومعلميه بانتهاء العام الدراسي نسعد بحضوركم وتشريفكم لنا ونسأل الله عز وجل أن يبارك حفلنا كما نسأله أن يجمعنا وإياكم على المودة والخير دائما أيها الجمع الكريم بعد يكم حميد يزلوم سبحانه وتعالى لكم تجي رحمة أماني جوات محمد صلى الله عليه وسلم ومجينا نيتوا خميس وايو نمية توكا كتك مجي ومجينغو فنريفا نصوم كتك معهد الإسلامي صف الأول المتوسط نا ميمي كتك حفلة هي ndiye mwenye kuongoza katika kitengo cha wanafunzi na hatutakosa kurejesha shukrani kwa wale wote walioitikia mwaliko kama huu wakahudhuria katika hafla hii ambayo kwamba inafanyika kila mwaka na hatuna cha kuwalipa zaidi ya kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie asiondoke mmoja wetu katika makamu haya ila amughufirie dhambi zake na atusahilishie njia ya kwenda peponi. Ayuha sadati alhudur, khairu ma naftatah bihi haflana, khairu kalamin tuqrab lahu al-azan wa tatma'innu bihi al-qulub. Al-Qur'an al-Karim يدل على مسامي حضرتكم السعيدة الطالب جمعة صعود وهو من شنيافة تنزانيا يتعلم معنا في المعهد الإسلامي صف الرابع الابتدائي بسسا نتفنقوا حفلاته لكن تمارا أما جوابا تتفنقوا راتوا حفلاته نمانينو أما يوابا مانينو كما هيا تنحق زايد kutumia masikizi yetu kusikiza maneno kama haya kwani ni maneno ambayo kwamba utuliza na hukumaza nyoyo. Maneno yenyewe ni Qur'anul Karim ambayo kwamba Qur'ani kama hii tutasomewa na wanafunzi wenzetu kwa majina kiukamilifu ni Juma Asuhud atoka Shinyanga Tanzania yosoma na sisi katika maa al-Islami safi rabi la ibtidai. يا زميلي الكريم جمعة صعود تفضل مشكورا مع الجمعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن
الرحمن والنجم والشجر يسجدان والسماء ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان قل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماء والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء
ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. الآن كلنا آذان صاغية نرحب أمام حضرتكم السعيدة الطالب حسن عبود علاء الدين، وهو من جزيرة باتي في قرية باتي، يتعلم معنا في المعهد الإسلامي صف الثالث متوسط. سيقدم الخطبة عن أهمية العلم. سسا tutulizeni ama tumetulia tuzidisheni utulivu wetu ili tuweze kusikia kalima kutoka kwa mwanafunzi mwenzetu ambaye kwamba mwanafunzi huyu majina yake ni Hassan Abud Alauddin atoka katika kisiwa cha Pate mji wa Pate yosoma na sisi katika maadili islami sokestaris mwanawasi ili apate kutuhutubia kuhusu ومهم وعلمه كتب الإسلام. يا زميلي الكريم حسن عبود علاء الدين تفضل مشكورا معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال الحمد لله رب العالمين وافتتح خلقه بالحمد فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل آخر دعاء لأهل جنته الحمد فقال وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. سبحانه ليس لفضله حد ولا لنعمته حد، يغفر الذنوب ويستر العيوب ويقبل التوبة عن عباده. وأشهد أن لا إله إلا الله أعد الجنة والرحمة لمن أطاعه وأعد النار وسخطه لمن عصاه. وأشهد أن محمدا رسول الله خير الهدى خير الهدى من تعلم وعلم الناس وعلى آله وصحبه مصابيح الهداية والعلم. أما بعد أيها الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا في حفل السنوي للمعهد الإسلامي مسجد الرياض بمناسبة الانتهاء العام الدراسي. وأعرفكم بنفسي أنا حسن عبود علاء الدين وأنا من صف الثالث المتوسط وأنا من باتي وأتحدث معكم اليوم عن أهمية العلم في الإسلام. الإسلام دين العلم فشهادة تكون بالعلم. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا هو واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. كل آية نزلت من القرآن الكريم تأمر بالعلم. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق
خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كل سور القرآن فيها حديث عن العلم، وقد ذكر العلم في القرآن بلفظه أو بمعناه 779 مرة. العلماء شهداء لله بالوحدانية مع الملائكة، قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. العلماء أكثر الناس خشية لله، قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والله تعالى يرفع درجة المؤمنين وأولو العلم، قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أن الله تعالى أمر رسوله أن يستزيد من العلم فقال: وقل رب زدني علما. العالم أفضل الناس وأفضل من العابد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وطريق العلم يوصلك إلى الجنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. والعلم إن ينتفع به الناس يبقى أجره يأتيك حتى بعد موتك، قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل العلم طريقنا إلى الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. جزاك الله خير الجزاء يا زميلي حسن عبد الله علاء الدين بما سمعنا من خطبتك الوجيزة المفيدة. بسمه عبد الخالق ونفوزي منزلته حسن عبد الله علاء الدين وخطباياته عما يقام يعني منفع. الآن مع ترجمة لهذه الكلمة للغة الصواحلية، الطالب محمد مولاو مريكا وهو من كليفي يتعلم معنا في المعهد الإسلامي الصف الثاني المتوسط، كذلك هو رائدنا في المعهد الإسلامي. Tutakuwa na mwanafunzi ambaye kwamba atatufasiria hiyo hutuba ambayo kwamba imetangulizwa na mwanafunzi mwenzetu. Na mwanafunzi kama huyu ni Muhammad Mleo Maringa, atoka Kilifi, yosoma na sisi katika Mahadi Islami fasulu thani mutosi. Na yeye ni bora tumwambie kwamba ama tujulishe kwenu kwamba ndiye kiongozi wetu katika Mahadi Islami. Ya Zamili Muhammad, تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر مجيزي مungu وامباي أميانزا كتاب جاكي وقسيم الحمد لله رب العالمين ناقفنقوه كمباكواكي وحمدي أي قسيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ناقجليا mwisho wa ruwa kwa watu wa peponi ni kusema alhamdulillah. Aliposema Mwenyezi Mungu mtukufu: wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Utakatifu ni wa Mwenyezi Mungu,
ambaye fadhila zake hazina mipaka na neema zake hazidhibitiki. Asamehe madhambi na aficha aibu na anakubali toba kwa waja wake. Nashuhudia kuwa hakuna mola isipokuwa yeye, ameziandaa pepo na rehema zake kwa wenye kumtii na moto na hasira zake kwa wenye kumwasi. Na nashuhudia kuwa bwana wetu Muhammad, rehema na amani zimwende yeye, ni mtume mwongofu mbora aliyesoma na akasomesha, na hali zake na sahaba zake ni taa ya uongofu na ilmu. Amma baadu, enyi mlohudhuria katika hafla hii tukufu, mashehe, walimu wa madrasa, wazazi na wanafunzi, na Waislamu nyote kwa ujumla, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunakukaribisha katika hafla hii ya kila mwaka ya Maahad Islami bi Masjid Riyadh kwa kumaliza mwaka wa masomo. Najitambulisha kwenu, mimi ni mwanafunzi kutoka katika chuo hiki, fasili ya pili mutawasit, kwa majina anaitwa Muhammad Mlewa Mwaringa, kutoka mkoa wa Kilifi, wilaya ya Kololeni. Mazungumzo yangu kwenu ni kuhusu umuhimu wa elimu. Uislamu ni dini ya elimu. Ndipo aya